يا رب يا رب يا رب، هذه ليالي العشر الأول من رمضان، إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. يا رب يا رب يا رب، نحن عباد ضعفاء، زلت أقدامنا، أخطأنا وقصرنا بحقك، غير أننا ننتظر رمضان من العام إلى العام، وإن لك فيه عتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، فنحن عباد ضعاف، لا نطيق العذاب، ولا نطيق البلاء، ولا نطيق الحريق، ولا نطيق البعد عنك، ولا نطيق البعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحمنا يا مولانا، ارحمنا يا مولانا، ارحمنا يا مولانا، ارحمنا بعتق رقابنا من النار، ارحمنا بترك الذنوب، ارحمنا بترك المعاصي، باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، أفض على هذه القلوب من أنوارك، قلوبنا بين يديك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب، نحن نطهر ظواهرنا لكن بواطننا إنها بيديك، نسألك يا رب أن تطهر لنا قلوبنا، أن تنور لنا قلوبنا، أن تشرح لنا صدورنا، أن تلين قلوبنا بذكرك. نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب قاس، نعوذ بك من قلب عليه الران، نعوذ بك من قلب عليه الختم، نعوذ بك من قلب عليه الطبع. لين قلوبنا لطاعتك، لين قلوبنا عند سماع قرآنك، لين قلوبنا عند الوقوف بين يديك، لين قلوبنا عند السجود بين يديك، لين قلوبنا في ساعات السحر، لين قلوبنا في ساعات الفجر، لين قلوبنا عندما نقف بين يديك. يا الله يا الله يا الله، نحن نريدك فأردنا، نريدك يا رب، نريدك يا رب، نريدك يا رب، نمد إليك أيدينا، يا من يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، نمد إليك أيدينا ونحن قد أسأنا بالليل والنهار، تب علينا يا مولانا، سامحنا يا مولانا، تجاوز عنا يا مولانا، ارضى عن شبابنا، ارضى عن بناتنا، ارضى عن إخواننا، ارضى عن أخواتنا، استرنا بسترك الجميل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اجعل هذا البلد عفيفا حييا، اجعل هذا البلد مكلوءا برحمتك، مكلوءا بعطفك، مكلوءا بحنانك، مكلوءا بملائكتك، مكلوءا برعايتك، مكلوءا بحفظك، يا خير المسؤولين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.